كابتن هيثم، نتحول للمباراة الثانية، مباراة المريخ، ونقول زي ما قلنا الهلال هو الفائز أو الكسبان الأول في الأسبوع 22، يمكن المريخ هو الخسران الأول بتعادل شبيه بالخسارة، تعادل سلبي مع أهلي جندي وفقده لصدارة المنافسة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة تعادل يعني أشبه بالخسارة. أنا المريخ أعتقد أنه دخل المباراة بطريقة هجومية واضحة من المدرب إبراهوما، لكن وجهها بمدرب أنا أعتقد مبارك سلمان، يعني عمل رد فعل دفاعي ذكي جدا جدا، احترم المريخ، أداه وضعه، حاول أنه يسرع وتيرة المباراة في أنه يفقد المريخ حساسية التهديف بالتكفيل الدفاعي والتكتل الدفاعي، ده اللي خلى الشوط الأول يعني برغم هجمات المريخ لكن كان في تكتل دفاعي من أهلي شندي ومنظم جدا، خلى المريخ يعني مع مرور الوقت زي في فقد ثقة كده في أنه ممكن يحرزوا هدف. الشوط الثاني بدأ مغاير تماما، يمكن أهلي شندي فتح اللعب شوية بس مع مراعاة احترام الوضع الدفاعي له، ويعني الشوط الثاني ما قدر المريخ يعني يفك شفرة دفاع أهلي شندي نهائيا، وأنا أعتقد هي خسارة المريخ. يبدو لي أنه إبراهوما ممكن يكون في تأثير لبعض الغيابات، في تأثير يمكن استقرار يعني إداري برضو في المريخ، فأعتقد أنه المريخ هو الخسران في الجولة. طيب يا كابتن، بالنسبة للغيابات، هل ترى أنه غياب سيفتيري في خط هجوم المريخ خسر كثيرا عن المريخ؟ والله شوف أستاذ طارق، يعني أنا فريق كبير زي المريخ يعني المفروض ما يكون في تأثير لأي غياب، المفروض فريق هو بيعتبر القطب الثاني للكرة السودانية، المفروض أن يكون عندي فريقين جاهزين. الجزولي حاول، أنا شفت يعني مباراة حاول فيها الجزولي الكثير، لكن أنا بقول لك في المنظومة ما كانت مستقرة، يعني سيفتيري لاعب كبير، لاعب مؤثر، لاعب عنده بصمة في المريخ في المنتخب، لكن ده ما عذر لفريق كبير زي المريخ، يعني ما المفروض انا اكون عندي يعني لاعب واحد فقط انا بعتمد عليه تهديفيا، ده بالعكس، ده انا اعتقد دي نقطه في حق المريخ ما كويس.